اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شفت في الكرام في حلقه جديده من برامجكم نسولو الناس. اليوم خلينا نسولو المواطن المغربي اشنو مازال ناقصك في حياتك. غادي نتابعوا الاجابات وراجع لكم. ناقصني انا بوكو شوز ناقصين، المراه كاينه، السكنه كاينه، الخدمه كاينه، وخا يكون عندك مسفر، وخا يكون عندك شي مسفر كذا، ديما كتحس براسك ناقص، ديما النقص كيكون ديما، واخا ما عارفاش المهم كنحس براسي ناقص على شي حاجه وصافي، واخا عندي المرا ديالي واخا عندي الخدمه ديالي واخا عندي كل شيء، ولكن ديما كنحس بنقص في الحياه ديالي وصافي ديما. باش تعرف هذه الحاجه ما غاديش تقدر تعرفها. ما عندي البيرمي في 94، هو باقا الطونوبيله باقا ما درتهاش. هو لهنا لهنا ما هانيش، المحيط ديالي ما مرتاحش ليه. السكنه احنا ساكنين الحمد لله، كل شيء كاين، باغي احج. هي ناقصه طوموبيله وخدمه خاصها تكون دائم، والطوموبيله ولات دابا من اولويات. ندوا الوالدين للحج فهمتي، ونتصلاو في الوالدين، راه هذاك هو البرانسيب، اما الشيء الاخر ما يهمش، المهم هو الوالدين، تصلاو في الوالدين. خدم في الشراب، خدم في دور، بغيت ربي يعفو عليا من هذه الحرفه هذه. الله يعفو عنا، الله يعفو، ما كرهناش شي واحد في حالتنا والله. باغي شي حجه ومريه نطلع دام مليش اخويا. ناقصاني نجلس من الخدمه يسهل علينا الله. وموظف ونصيفط امي العمره. راجل اللي يكون يخاف الله يكون مدين، يخاف الله وصافي. اذا المشاهدين الكرام كيف ما تابعنا اشياء كثيره مازال ناقصه حياه المواطن المغربي واللي كيطمح انه يكملها. هكذا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده مع سؤال جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه.